تحقيقات قضائية في قضية وخز التلاميذ بالإبر دعت نيابة محكمة بوفريك يوم الاثنين الأولياء إلى الحيطة والحذر والتبليغ عن أي اشتباه في تصرفات أشخاص غرباء مع أبنائهم التلاميذ والتعجيل بتبليغ المصالح الأمنية المختصة فور وقوع أو تسجيل أي فعل مشتبه فيه خاصة بعد تسجيل حالة اعتداء بما أصبح يشاع بالوخز بالإبر ضد طفلتين متمدرستين بالطور الابتدائي. بيان التحذير أوضح في تفاصيله أن مصالح الأمن في الشبلي سجلت مؤخرا تلقيها شكوى حول تعرض تلميذة في الثانية ابتدائي إلى وخز بإبرة في كف يدها اليسرى. كانت الفاعلة المجهولة حسب الأوصاف متجلببة وتضع نقابا على وجهها للتمويه والتخفي. أما الحالة الثانية فخصت رفع والد تلميذة في الثانية من العمر شكوى حول تعرض ابنته إلى وخز بإبرة في يدها وكفها مطلع الشهر الجاري ثم اختفت من قبل الفاعلة الأولى نفسها حسب ذكر الأوصاف وأنها فور تلقي المصالح المسؤولة باشرت تحرياتها للكشف عن هوية الفاعل والقبض عليه وكشف أسباب ودوافع الجريمة التي أصبحت هاجسا اجتماعيا خلفت انتشار الرعب بين الأولياء في عدد من ولايات الوطن.